رجعت لكم مرة تانية وأولى حلقات برنامجكم نور القلوب في 2020، واحنا لقاءنا بيكون كل يوم 4 الساعة 12 الظهر، والإعادة بتكون في الثالثة من فجر اليوم التالي إن شاء الله. احنا كنا بنتكلم عن التنمر وقلنا ان في جاني ومجني عليه، ولكن النهارده بنتكلم برضو عن مشكله تانية البعض بيرصقها بينا، بيقول الشعب الغير منتج، الناس مش عايزه تبذل مجهود، الناس عايزه تنجح بسهوله، الناس اللي ما عندهاش روح الابتكار والابداع دايما بترجع فشلها الى الاخرين وتعيش دور الضحيه، ودايما بيبقى مجني عليها. وهناك اسباب مختلفه على كل المستويات، الفاشل في حياته الزوجيه، الفاشل في حياته الاسريه، الفاشل في دراسته، الفاشل حتى في رياضته، دايما بنجد المبرر وهو ان هناك جاني وان هناك مجتمع او هناك اخر بيظلمه. معايا مع حضراتكم دكتور خالد الحداد داعية الاسلامي القدير، بشكرك جدا دكتور خالد. اولا اختيار هذه القضيه، وانا بشعر ان القضيه مهمه جدا بنعاني منها بشكل كبير، برحب بيك وسلام عليك. طيب حضرتك طيب، ربنا يبارك في حضرتك يا رب. دكتور خالد الحداد، البعض بيرى ان الشعب الغير منتج او المجتمع اللي مش عايز يبذل مجهود كبير وينجح هو اللي دايما بيرسق فشله الى الاخرين ويعيش في دور الضحيه. ايه بقى مساله الضحيه بقى؟ بدايه هي الشعوب كيانات اعتباريه، الشعوب عباره عن اشخاص مضافه الى بعضها، فدي مشكله في الاصل او في الاساس في العمق، مشكله نفسيه للشخص لما تتكاثر ويحصل يحصل لها يعني انفكشن، تبقى عدوى في المجتمع، لان الامراض النفسيه امراض معديه. فلما المجتمع كله بيبقى معدى او بيبقى فيه وباء تمثيل دور الضحيه بيوصل للنتيجه دي. فعلشان نجيب الحل لازم ناخد اول حاجه اليونت، الشخص نفسه، الشخص اللي عايش دايما دور الضحيه. في فرق بين دور الضحيه والضحيه، هو مش ضحيه، هو بيمثل ان هو او بيقوم، هو عايش في دور، عايش في الدور، عايش في الدور، هو مش ضحيه، مش ضحيه، هو مش ضحيه حقيقه. حتى هو حقيقه ضحيه مش بتبقى بالنسبه دي، مش بالايه طب حضرتك قلت بالافواره دي، مش بالطريقه دي. دور الضحيه علماء النفس بيعرفوه، بيقولوا ان هو احساس دائم بالعجز والمظلوميه من تحديات الحياه دون المحاوله لتغيير هذه المظلومية. يعني احساس دائم، الاحساس هو انت عندك الاحساس بده او شاعر بده، بس ده مش حقيقي، حقيقي لا، ودون بقى ايه دون المحاوله لتحمل مسؤوليه. هو عنده الاحساس بده ومش عايز يتغير، هو مش عايز يبذل مجهود عشان يتغير خالص، هو مش عايز يبذل مجهود، هو عايز يفضل كده، يفضل في المنطقه دي. ان هو ضحيه، ان هو ضحيه، ضحيه جاني ما. الجاني ده دايما موجود باختلاف طبقاته، باختلاف عمره، باختلاف ظروفه. الجاني ده موجود من هو طفل، باباه، مامته، لما يكبر المدرس، المدرسة، لما يحتك المعيد، الدكتور، مراته، زوجته، حماته، حماته، لما ينزل كاريره، لما ينزل الشغل، لا ده المدير، ده العصفورة، ده الموظف اللي ما قاليش السلام عليكم وانا داخل الشغل فقفلني باليوم. نسبة كبيرة بتعيش في دور الضحية. طبعا نسبة كبيرة، الشخص العاطفي كده دايما بيحاول يخلق شماعه نفسيه يعلق عليها فشله. ربنا قال ولا الانسان، لان الانسان على نفسه بصيره، ولو القى ايه؟ ولو القى معاذيره. انت ممكن تقعد تعتذر ليه، انما ربنا ما بيضحكش عليه. انت مهما تهربت من ده، بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره. الانسان دايما بيحاول يبحث عن جذب الانتباه. بيجذب الانتباه بايه؟ بالانجازات، بتحقيق المنجز. لو ما حققش منجز بيبدا يحمل حيله نفسيه ان هو يجذب الانتباه بالتعاطف، بالاهتمام، بتمثيل دور الضحيه، علشان ان هو بيقتات على التعاطف والتقدير من الاخرين دون انجاز حقيقي. دون انجاز حقيقي، ما هو بيعمل هنا يعني ايه؟ هروب، اوف سايد. هنا قلت الانسان العاطفي دايما بيعيش دور الضحيه، يعني غالبا، يعني مش دائما، يعني انا بشوف ان ده عيب. يعني طبعا لو احنا في الشخص ان هو يكون عنده شعور بروح تاموريه عليه، او ان هو ضحيه، ده شيء سلبي، بس طبعا. هو يكون عاطفي ده مش عيب ولا ده مش عيب. انا ما بقولش ان هو، انا ما بقولش إيه إن كل بين عاطفي. الشخص العاطفي والضحيه، انا ما بقولش ان كل عاطفي ضحيه او بيقوم بالضحيه، ولكن بعض منهم يعني ايه بيبقى اسهل له ان هو يدخل دور الضحيه. ليه بيدخل دور الضحية؟ علشان يشيل من على نفسه صوت اللوم الداخلي اللي بيلومه كل يوم، ان هو ما عملش كذا وكذا وكذا، ان هو ما نجحش في كذا، ان هو ما حققش كذا، ان هو ما عملش كذا. ده لوم داخلي، اللوم ده
او اللوم الخارجي ان هو يبدا يبرر اللي حواليه، انت جيت متاخر الشغل ليه؟ والله اصل ظروف الشغل، ظروف المواصلات والبلد، وانت فاهم. طيب انت ما جبتش تقدير ليه؟ انت عارف الامتحانات كانت صعبه والدكاتره متعنتين. طب انت ما شفتش وظيفه ليه؟ والله انا كلمت الناس كلها ومفيش حد بيكلمني. وبيبدا الموضوع يتطور معاه حتى الى ان بيصدق نفسه. هو بيصدق نفسه، ده هو مش فيه. هو مش بيختلق ده، هي دي المشكله، ان هو بيعتقد ده. الموضوع يعني دي محتاجه تتعالج نفسيا. طبعا بلا شك. يعني احنا لو احنا عندنا ناس كتيره عندها الشعور بالاضطهاد وانها عايشه في دور انها ضحيه، حماس للاضطهاد، ده لازم يتعالج. طبعا. وهنتكلم في النقطه دي. ده 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 حقيقي. طبعا طبعا. طب في شعوب عندها احساس بده غير شعوب اخرى؟ ما هو انتشار حسب انتشار يعني الرقعه الديموغرافيه اللي بينتشر فيها المرض ده. في ناس المرض ده بينتشر فيها كلها، وفي ناس بيبقى في اشخاص مهمشين حسب النسبه. ما ينفعش اقول ان الشعب ده كله في المشكله دي، لا غلط. الشعب ده، لان انا ما عنديش اداه معياريه تقول الكلام ده، ده حكم اعتقد ان هو غير دقيق، تمام. ولكن ان انا ممكن اقول ان في شعوب تجاوزت الكلام ده وتجاوزت المناطق ديت وانهمكت في الانجاز. الانهماك في الانجاز وهنتكلم فيه في العلاج، ان اولى خطوات العلاج ان انت تنهمك في منجز، لان الفراغ هو اللي بيؤدي للكلام ده. نرجع ونقول ليه الشخص بيدخل في دور الضحيه. زي ما قلنا ان هو بيحاول يجذب الانتباه ويبدا يسقط من على نفسه صوت او كرباج اللوم اللي عليه ده. طب انت ما بتصليش ليه؟ والله لو ربنا رايد ان انا اصلي انا كنت صليت. وقالوا كده، ان تقول نفس يا حسره على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين، او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين. ربنا مش عايزني، ربنا أو مش أو لو كنت اتعودت على الصلاه وكان اهلي عودوني على الصلاه من الصغر، يعني لازم يرمي المشكله على حد تاني او من دي. في امم بقى لو جينا عن الشعوب، ربنا سبحانه وتعالى ذكر عن بني اسرائيل في القران في موقف في سوره المائده ان لما ربنا قال لهم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم، ربنا كتب لهم ان هم هيدخلوا الارض المقدسه، والارض المقدسه بتاعتهم قالوا له ان لن ندخلها، ان فيها قوما جبارين، وان لن ندخلها ما داموا فيها. احنا عايزين حد زي ما في جاني، هو دايما متعلق بفكره المنقذ، زي ما عنده كل الاشخاص جاني، هو مستني دايما، عايش حياته منتظر لحظه ايه؟ ان يجي له المنقذ، الشاب اللي هيجي على الحصان الابيض ويجي يخطفها ويحررها من كل المشاكل والالام والمصايب اللي عندها في حياتها، ال 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 الوظيفه اللي فيها عربيه من اول يوم هياخد فيها 100,000 جنيه ومدير عام وعربيه مرسيدس. هو مستني صوره ما بتحصلش في الواقع. بس دي مش حياه فرديه. ما برجع اقول لحضرتك دلوقتي، بتقولي ده الموضوع بقى فيه عدوى وانتشر. طبعا بلا شك. انا اقدر اقول على مسؤوليتي انا الشخصيه، كتير من الشباب، ولما بقول كتير لا كتير كتير من الشباب عايز ينجح وقاعد على كرسي، عايز يشتغل اول شغله له في مكتب في التكييف وعنده سكرتيره بره. طبعا. يعني ولو عايز يتجوز عايز يبدا من حيث انتهى ابوه وامه، يعني عايز يقعد في بيت فيه كل الاجهزه الكهربائيه، ما عندوش استعداد انه يضحي. دي بقت ايه بقى؟ ده خلل في التصور الحياه، انت مش فاهم يعني ايه حياه. ده مش فاهم، ده انسان عايز. وده دايما بيتكلموا علماء النفس في المنطقه ديت، ان هو دايما لما بيهرب او دور الضحيه ده بيهرب دايما من المسؤوليات، يفضل يهرب 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 يهرب، وبعد كده يستسلم للهروب. فبالتالي عنده طريقين، طريق ان هو يشتغل وينتج وياخد الطريق من اوله وياخد السلم من تحت لفوق، والطريق الثاني ان هو هياخد سكه الضحيه، ان هو انا مريض. التمرد بقى، ادعاء الفشل، تحميل الاخرين الفشل، وهكذا. تمام. هو ده اسمه ثقب نفسي او حيله نفسيه بيروح لها بسرعه. علشان كده، علشان انا ليه اخد الطريق الصعب؟ طب انا ممكن اجيبها كده، انا اجيبها بالطريق السهل، ما خلاص مش هروح كده وخليني كده. انا ضحيه، اي حد هيسالني او اي حد هيكلمني انا هفضل في منطقه الضحيه، مش هاجي لها. وعايش بقى في هوس المؤامرات. لما الموضوع بيكبر بقى، مثلا ممكن تكون دوله مهمشه ملهاش اي قيمه، تمام، والعالم كله بيتامر عليه. شخص عادي، انت يعني انت ليه عايش في دور المؤامرات؟ ما هو علشان ابرر لنفسي. كل الناس بتتامر علي، زوجتي، ولادي، جيراني، حمايه وحماتي، مديري في الشغل. ده ممكن يتحول لوسواس قهري. هو هي امات ورا بعضها كده، عارف حركه الدومينو؟ يعني ايوه، يعني زي الالوان المستطرقه. بس انا هنا عايز اقول يا جماعه، لا تستهينوا بقى بالبوادر. يعني اذا كان اي اب او ام لان ابنه بيعمل كده، او انا لقيت نفسي انا عندي الشعور دايما بالاضطهاد وان كل اللي حواليا وحشين وانا اللي كويس،
دي برضو نقطة مهمة لازم أقف مع النفس، أعمل إيه بقى؟ أول حاجة إن أنا لازم أعرف الأول، يبقى يعني أرفع مستوى الوعي بتاعي، إن أنا أعرف هل أنا عندي ده ولا لأ، هل أنا بعاني من ده ولا لأ. في علامات لدور الضحية الأول؟ في علامات لدور الضحية. أول علامة من الأشخاص اللي بيعانوا من دور الضحية إن هو بيشتكي دائم الشكوى للجميع. شكاي يقولك الشكاية سلاح الضعفاء، بيشتكي من كل حاجة وبيشتكي من كل حد وبيلقي اللوم على كل حد، ودايما عنده حاجة اسمها الإسقاط. يعني إيه الإسقاط؟ والله الأستاذ أحمد شايف مثلا خالد عنده مشكلة، والله بص أنا بقول لك أنت عندك مشكلة كذا لازم تغيرها، والله أنا عارف إن المشكلة دي موجودة في المجتمع وفلان محتاجها، واللي أنت بتقوله ده أنا شايفه في فلان، واللي أنت بتقوله ده أنا تبكل على فلان. يعني أرفض الاعتراف، أرفض الاعتراف الموضوع ده يخصني، لا ده المجتمع كله. المجتمع أنت فاشل، المجتمع كله فاشل، هو مين اللي ناجح في البلد دي؟ أنت مش عارف، أنت تخين، ما الناس كلها تخينة، وأنا جت عليا وأنت ده اللي عايز تقوله. الإسقاط. تمام. رقم يعني إذا الشكاية الإسقاط. رفض الحلول. رفض الحلول. دائما رفض الحلول. طريق مزدود، اقف عن طريق مزدود واشتكي. طيب هو بيقف عند منطقة ايه؟ الشكوى. هو بيقف عند منطقة الشكوى، دائما رافض الحلول. ليه رافض الحلول؟ لان انا دائما اضعف من الظروف، الظروف اقوى مني، انا مش انا اللي سايق دركسيون العربية، انا راكب في العربية ورا، مش انا اللي بحرك حياتي، مش انا اللي انا مفعول به او نائب فاعل، انما ابدا ما بكونش انا الفاعل، ما بكونش انا اللي ماسك الدركسيون. يعني هل تعتقد برضو فكره ان احنا ايماننا ان احنا مسيرين طول الوقت، وان احنا ده قدر ومكتوب، وان احنا مش في ايدينا نعمل حاجه؟ طب الانجليزي بتاعك تعبان ليه؟ ما تبذل مجهود، ما لو كان مكتوب لي كنت اتعلمت. طب حياتك ما تغيرهاش ليه؟ فكره ان انت مش في ايدك تعمل، فشل في حياتك الزوجيه، يقول لك كل شيء اسمه نصيب. ده خلل في المعتقد. في فرق بين كلمه مكتوب ومجبور. فرق ما بين مكتوب ومجبور. ايه الفرق بقى؟ مكتوب ان الله كتب في الازل ذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى يوم ان خلق الخلق خلق لهم اراده حره، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. زمان كان في فرقه كده اسمها الجبريه، اللي هو الانسان مجبور على ده، ربنا جبره على ده فمالوش اراده، ده مش فاهم. ابو العلاء المعري لما كبر وعمي وشل كان بيقول ايه؟ هذا لم ما جنيته على نفسي ولكن جناه عليه ابي، ان ده ابي هو السبب في ده. ربنا سبحانه وتعالى لم يجبر الانسان على ذلك. مش معنى ان ربنا كتب ده ان انت مجبور عليه، لا، في اراده حره انت بتمتحن في الدنيا، والا ليه ربنا سبحانه وتعالى جابنا الدنيا؟ يعني هو مكتوب بس في النهايه انت بتختار المكتوب. انت مختار، بتختار لك الاراده الحره اللي تختار. في فرق بين مكتوب وايه؟ ومجبور. يعني ربنا خلقنا وعرفنا ان كل واحد فينا هيختار ده. طبعا، وانت هتختار ده وهتختار ده، وهيختار دور الضحية انه يسقط فيه علشان يبرر لنفسه. مين اكتر يميل الى دور الضحية، الرجل ولا الست؟ وحكم بقى ان انت يعني في المجتمع وفي الشارع فقول لي كده، مين بيلجأ الى دور الضحية والمجني عليه دايما؟ انت فكرت؟ لا ما هو الاصل ده مفيش، انا فاهم حضرتك هتقول لي على لا طبعا مفيش انا معياري، في ترند او في اتجاه، مش الستات عشان ما نتحملش عليهم. ليه؟ في شخصية أنا ممكن أقول ده نمط شخصية يا أستاذ أحمد، ما ينفعش أقول الستات، لأن هي بتقول أنا مشكلتي إن أنا طيبة جدا مع الناس. وهو بيقول أنا مشكلتي إن أنا جدع زيادة عن اللزوم عن الناس. يعني المشكلة مش في الناس، هو بيقول أنا جدع معاهم زيادة عن اللزوم، وهي بتقول أنا مشكلتي إن أنا طيبة، وهي اللي عاملة المزيكا كلها. تمام؟ بس هي ده نمط شخصية وجد في الأطفال، وجد في الكبار، وجد في الرجال، وجد في النساء. أنا بجد النساء أحيانا عصاميين جدا، أقوياء جدا، عندهم فكرة التحدي وان هي تحقق لنفسها حتى لو في بيتها، تحقق لنفسها اهداف مع اولادها ومع زوجها وفي علاقاتها الاجتماعية في شغلها. وبجد رجال كده متخلين عن مسؤولياتهم. طب لو اتنين بقى يعني اقترنوا وهم فيهم نفس المشكلة دي مشكلة المشاكل. طب نقف هنا عند مشكلة المشاكل ونروح لسقيا الماء. كل الامنيات الطيبة في 2020 بمزيد من النجاح ليهم. كل سنة وانتم طيبين، وبقول هنا فعلا كل التحول التقدير لسقيا الماء، مش بس العاملين فيها، لكل السادة المتبرعين لأعمال سقيا الماء، مزيد من النجاح، مزيد من المجهود الكبير. المجهود مش بس بيكون مادي فلوس، لا، ده في مجهودات عينية، في كمان مجهودات بروح بنفسي
واشرف على المجهود اللي بيتعمل واتاكد بنفسي واكون قدوه لغيري. هنشوف مع بعض تقرير سريع من مجهودات سقي الماء وتقرير لاعمال الابار اللي موجوده في مطروح، ونرجع مكملين والشعور بالضحيه والمتامرين علينا. اتفضلوا. المياه اللي احنا شايفينها والبحر اللي احنا قدامه ده نعيم من نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا. من اجل نعم ربنا سبحانه وتعالى على البشريه كلها نعمه الماء، سواء كانت في بحر، سواء كانت في محيط، سواء كانت في نهر. واللي احنا جايين دلوقتي عشان نعايش هذه النعمه واحنا في مطروح دلوقتي، علشان احنا برضو جايين نشارك اخواتنا وابائنا وامهاتنا في مطروح بنعمه الابار اللي اتعملت، اللي الناس اللي تبرعت في مؤسسة سقيا الماء تعيش اللحظة دي، تعيش لحظة جبر الخواطر. ربنا سبحانه وتعالى بيجبر بخاطرنا بالبحر ده وبالأنهار وبالمحيطات وبالمية اللي احنا بنتنعم فيها في كل لحظة. برضو الأبار اللي اتعملت وعملتها مؤسسة سقيا الماء وبتعاون المتبرعين والمساهمين والمتصدقين لمؤسسة سقيا الماء، عايز أقول لهم إن انتوا جبرتوا خاطر الناس اللي انتوا هتشوفوا الابار دلوقتي وهم فرحانين بميتها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان بيدعي ربنا: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان بيدعي ربنا سبحانه وتعالى ان يجبر خاطره. برضو احنا برضو هذه عبادة في غاية الأهمية ان احنا نجبر خاطر اي حد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها تقول: لما رأيت من النبي طيب نفس قلت له: يا رسول الله ادعوا الله لي، يا رسول الله ادعوا الله لي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أو دعا لها: اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. يقول لك: فضحكت عائشة حتى سقط رأسها في حجرها من فرحها بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي يقول لها: أيسرك دعائي يا عائشة؟ قالت: نعم، ومالي لا يسرني دعاؤك يا رسول الله. شوف النبي عليه الصلاة والسلام جبر خاطر سيدة عائشة، فبيقول لها برضو ان انا بجبر خاطر الامة كلها. بيقول لها: الدعوة اللي انا دعيت لك بها دي، قال لها: والله انها لدعائي لامتي في كل صلاة. ايه رأيك بقى ان انت تجبر خاطر الناس عن طريق البذل، وعن طريق انك تساهم في وصلة مية، وعن طريق انك تساهم في البير، وعلشان النعمة اللي احنا شايفينها والبحر ده والمية دي احنا عايزين نشوفها في الابار وفي الخزانات، علشان اخوانك وابائنا وامهاتنا واخواتنا وبناتنا والاطفال ينتفعوا بيها ويحسوا بنعمه الميه في الابار اللي انتوا كلكم ساهمتوا فيها في مؤسسه سقيا. الكلام بتاعنا مؤسسة سقيا الماء بين التحدي والإنجاز، لأن اللي احنا شايفينه ده إنجاز كبير. لما يكون بير أنجز بالشكل ده من بين 50 بير، وبفضل الله احنا بالشكل ده عندنا حوالي 10 خلاص أو شكل ما بتشتغل. وبعدين كمان الفكرة الجميلة اللي بتعملها مؤسسة سقيا الماء واللي لها السبب فيها إن البير مش هيبقى بالشكل الشاق اللي كان بيتعمل قبل كده، إن الناس تملى بالجراج والجلد. الحمد لله هيتعمل لسه في تكملة، خلال يومين ثلاثة هيتعمل مبنى ويتعمل خزان فوق ويتعمل حنفيات، علشان يبقى في سهولة على الناس إن هي تستعمل الآبار. شوف إحنا هنا في مطروح اللي هي بعد القاهرة ب 450 كيلو، وهنا في المكان ده أبو عميرة بعد مطروح بحوالي 70 كيلو، يعني إحنا بعد القاهرة بأكثر من 500 كيلو. علشان نقول لكم إن مؤسسة سقيا الماء بجهودكم وبتبرعاتكم بإنجازاتكم بمساهمتكم أنجزت العمل ده. سيدنا جابر بيقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما في صدر النهار، فجاء قوم حفاة عراة مجتاب النمار، يعني ثيابهم مقطعة كده وبين عليهم الفقر والفاقة، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يعني إزاي
ازاي احنا نسيب الناس دي كده؟ ازاي ما نحسش فيهم؟ ازاي ما نكبرش بخاطرهم؟ ازاي ما نقفش معاهم؟ فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقام في الناس وخطب: يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. سيدنا جابر يقول لك فاسرع الصحابه، كان عندهم همه عاليه، وده اللي احنا عايزينه. عايزين لما نقول يا جماعه ان في ابار خلاص احنا بننجزها، وفي حوالي كمان 40 بير تحت الانشاء وشغالين فيهم، اللي هو خلاص بقى اسرع. يقول سيدنا جابر فقام الصحابه واسرعوا، منهم من تصدق بصاع من تمر، ومنهم من تصدق بصاع من بر، ومنهم من تصدق بالدرهم، ومنهم من تصدق بالدينار، ومنهم من تصدق بالثوب. يعني اللي قدر على حاجه يعملها بيعملها. مش بقول لك يعني احفر بير ب25,000، لا، لو معاك 1000 يلا هتساهم كانك عملت البير بقليل او بكثير. المهم سيدنا جابر يقول لك ده جاب كذا وده جاب كذا، وجاء احد الانصار بصره كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت، اللي هو جاب حاجه كبيره بقى، جاب حاجه مثلا قال لك انا هتبرع ببرين 3-4، كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت. يقول سيدنا جابر فراينا كومين من طعام وثياب، فلما رأى رسول الله هذا تهلل وجهه وفرح النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو من لحظات تمعر وجهه، كان زعلان إنه يشوف ناس بالحالة دي. وعايزك النهاردة يتهلل وجهك كما تهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فده البير بتاع مؤسسة سقيا الماء، اللي بنقول مرة واثنين وثلاثة الحمد لله الحمد لله، مؤسسة سقيا الماء بعلمائها وبجهودها وبتبرعاتكم ومساهمتكم دايما بتسعى ان يتفكر خارج الصندوق، يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فاحنا علشان المؤسسة تسعى دايما للخير وانتم بتساعدوها على كده، بتفكر دايما للاصلح وللاحسن وللايسر، عشان بنحاول ان احنا نيسر على الناس. الامام الشافعي كان ليه كلام جميل قوي، ان اللي بيفرح حد او بيسعد حد يقول لك وافضل الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجاته، لا تمنعن يد المعروف عن احد ما دمت مقتدرا فالسعد تارات، واشكر فضائل صنع الله اذ جعلك اليك لا لك عند الناس حاجات، قد مات قوم وما ماتت مكارمهم وعاش قوم وهم في الناس أموات. يلا شارك في الإنجاز ده وشارك في الأبار التانية اللي بتتعمل، علشان يتهلل وجهك عندما ترى أثر صدقتك وأثر تبرعاتك وأثر إسهامك. هتضيعش الفرصة، الأرقام اللي تظهر تبعنا على الشاشة دلوقتي وأنت شايفها، قول لأ أنا عايز أشارك مع الناس دي، أنا عايز أدخل السرور على قلوب الناس في مطروح، في سيوة، في قنا، في الأقصر، في الصعيد، في أي مكان. وإحنا جينا هنا علشان كان في سيول من كام يوم، ولما قالوا لنا في سيول وفي أمطار غزيرة قلنا لازم نسافر في أقرب وقت، وجينا في أقرب عشان نشوف المية اللي في البير. خلاص وصلت المية هنا، ويعني نشوف مع بعض المية. ادي الميه تحت ايه تمام، وبرضه لما الامطار تكتر اكتر واكتر ويبقى فيه سيول هتبقى الميه بشكل غزير عنده. وزي ما قلنا لكم ان شاء الله في اقرب وقت خلال يوم او اتنين هيتعمل مبنى وفيه الخزان وفوقيه الحنفيات علشان ييسر على الناس. هو ده دور مؤسسه سقيا الماء، انها تتحدى وانها تنقذ. سقي الماء أفضل الصدقة. مؤسسة سقي الماء، نعمل من أجل الإنسان. في عز الشتاء واحنا قاعدين متدفيين في ناس طيبة مؤمنة ان عليها رسالة وانها لازم تقوم بدور ايجابي في مشوار حياتها وتساب دنيا واخره، زي الشيخ احمد علوان ومؤسسه سقيا الماء في مطروح وعلى بعد 450 كيلو زي ما هو قال، شايفين انجاز حقيقي. ودائما الصوره هي اللي بتاكد
المجهود اللي احنا بنتكلم عنه. وبرضو انا بشكرك يعني شفناها كذا فيديو وانت موجود هناك. ربنا يبارك في حضرتك. انا بس المره الجايه ان شاء الله احنا رايحين مطروح برضو. بره مطروح ان شاء الله باذن الله. انا بحيي اخي وحبيبي الشيخ احمد عنوان الفارس المغوار على التقرير ده، ربنا يتقبل منه صالح الاعمال والمؤسسه، جنود المؤسسه، في جنود حقيقيين في المؤسسه ما بيناموش ما بيناموش، مش عايشين دور الضحيه لا، ده هم عايشين دور المنقذ، ان انا لازم اتدخل، لازم يبقى ليا دور، لازم اواجه، لازم انتقل من منطقه بقى ان انا قاعد اتفرج ان منطقه المفعول به او مفعول فيه او نائب الفاعل، ان انا فاعل ورقم صعب، رقم يقدر يغير المعادله. لو انا فضلت ساكت كده وانا مالي وملوش دعوه خلاص هفضل سلبي وهيفضل ده يتاثر على المجتمع كله، انما انا لو واجهت ده واتنقلت من منطقه الراحه اللي بنتكلم فيها الكومفورت زون، ان انا غيرت وبدات اروح مطروح واروح استكشف في هنا واروح الصعيد واروح السلوم واروح سيدي براني واروح الجاره واروح سيوه واروح الف الدنيا كلها، علشان انا مش عايش لنفسي، انا عايش لله سبحانه وتعالى ثم لاهلي لاخواني. الكاميرا اللي الشيخ احمد كان بيتكلم عنها، الكاميرا ما بتجيبش الصوره. الوضع يا استاذ احمد هناك اصعب مما تتخيل، الوضع صعب جدا، يعني دي 10-15% من الموضوع. الموضوع صعب جدا، ابجديات واساسيات الحياه مش موجوده. ليه؟ علشان نفس المشكله اللي كنا بنتكلم فيها، ان في حد قال وانا مالي، انا ماليش دعوه، انا مالي، ده دور الدوله اللي تعمل كده، الدوله وانا كمان انا حتى لو الدوله بقول لك هي الناس بتقول كده، الدوله هي المفروض تدخل الميه والكهرباء وتعمل كل رصف طرق وعيش والاكل والشرب والمدارس، لكن في النهايه المجتمع المدني ده مهم. وكل التحيه مره ثانيه لمؤسسه سقيا الماء والعاملين فيها. صحيح. من الصغار الكبير. صحيح. وكمان كل الشكر للي بيتابعونا وبيشوفونا وبيتجاوبوا مشاركه ايجابيه معانا ومع هذه المؤسسه، لان احنا في النهايه كلنا بنساعد بعض، مفيش طرف يقدر يستغنى عن الطرف الثاني. لا، زي ما قلت دايما الناس محتاجه الخير وناس عايزه تقدم خير، فالمؤسسه واحنا يعني وسطاء ما بين الطرفين. بنرجع مره ثانيه لهذه القضيه، وكل الموضوعات دي بتلمس في بعض، فكره ان انا اعيش في مجتمع دايما عندي الاساس ان انا مضطهد ومظلوم، معرفش مين الظالم في النهايه. ولكن وقفنا قبل التقرير، لو اقترن زوج بزوجة هما الاثنين عندهم نفس الشعور، هما الاثنين ضحايا، دول يعملوا ايه بقى في نفسهم؟ زي ما قلت لحضرتك في الاول، ان اي ضحية له جاني وله منقذ. طالما في ضحية يبقى في جاني، وفي ايه؟ في منقذ. فمشكلة الضحية ان هو لما بيدخل في اي علاقة بيبقى متصور ان الشخص اللي هيرتبط بيه ده هو الشخص المنقذ، الهيرو بتاعه، اللي هيجي ينقذه من وحل اللي تسبب فيه الجاني. فالزوجه بتبقى متصوره ان زوجها هو البطل، البطل المنقذ. والزوج متصور ان زوجته هي حالات المشاكل هتيجي تحتويه بقى وتعوضه عن اللي فيه. كل حاجه هيضغط كليك هيلاقي كل حاجه عندها، حلول نفسيه، حلول عاطفيه، حلول احيانا ماديه، عايز كل حاجه. اعمل سيرش بس كده على جوجل هتلاقي كل اللي انت عايزه. هو متصور كده لانه قافل دماغه في التابو ده بس، فهو متصور كده. فالاثنين يتصدموا ان دول اشخاص عاديين، ان ده بشر، احيانا مش الشخص الرومانسي الحالم اللي كان بينطرني بكلمات جميله، ده شخص له طلبات وبيزعق وبيتنرفز وبيحزن وبيتضايق وعليه مسؤوليات، وهي مش الشخصيه اللي انا كنت متصورها، لا دي هي شخصيه عاديه بتتالم وبتضعف وبتتعب وبتمرض وبتحزن وعندها مساحه خاصه عايزه تدخل فيها. فبنتصطدم هنا بالواقع، فبالتالي العلاقه دي غالبا بتفشل. ليه؟ لان هنا هو متكئ عليها بنسبه 500% وهي متكئه او مستنده عليه بنسبه 1000%. فاي بيت في الدنيا لازم، البيت مش كله ديكور يا استاذ احمد، البيت لازم فيه اساس وبعد كده فيه ديكور. لو عشنا كلنا نتمتع بالديكور مش هيبقى حد يرضى ان هو يشتغل الاساس، هينهار في اي وقت، مفيش اساس. لازم واحد يقوم بالدور، مش واحد. هي الفكرة كلها ايه؟ ان انا اعود لمستوى الوعي العالي بتاعي وافهم ان انا مسؤولية كاملة، اقوم بدوري. لو ما قمتش بدوري احاول اقرب من المنطقة دي، مش ان انا احمل على غيري، مش ان انا احمل على غيري. المواطن اي حد بتكلمه يقول لك المسؤول، والمسؤول تيجي تكلمه يقول لك الشعب. بس بعض الاحيان احنا برضو بنبقى مشاركين كلنا في انتشار ظاهرة دور الضحية. يعني مثلا انا بيجي اتكلم مع الابناء اللي مثلا في الثانوية عامة اللي ما بيروحوش المدرسة، فالكلم يقول لك هو بقى في مدارس
فتكلم مع ابوهم وامهم يقول لك هو فعلا اصل ايامك حاجه ودلوقتي بقى حاجه تانية. دلوقتي ما بقاش في حد خالص بيروح المدرسه، ففكره بقى مش بس الولد هو اللي بيبقى عايش دور الضحيه، الاب والام بيشاركوا الولد ده في ان هم يعيشوه كمان وهو ضحيه. فانا اقول لهم ما هو مش معقوله كل العيال قاعده في بيوتها ياخدوا دروس خصوصيه في ثانويه عامه، في ناس غلابه بيطلعوا من الاوائل على مستوى الجمهوريه. صح. دول بقى بيبقى وضعهم ايه؟ صح. ففي بعض الاحيان بنشارك كمان احنا الاطراف الاخرى في ان هم يستمدوا هذه الشخصيه، شخصيه الضحيه. احنا مش بنشارك، احنا بنربي ده، احنا بنعمل الشخصيه دي، ده اكستنشن، ده امتداد ليه، ممكن يكون اب وام كده، يعني الابن ده هو امتداد. هو ضحيه طبيعي، هو مجني عليه، هو امتداد طبيعي جدا، تطور طبيعي لدور الضحيه، ان احنا نخلف ادوار ضحايا صغيرين، ده تطور طبيعي جدا، ان انا حد هو اتعود ان هو يشوف باباه مش بيقوم بمسؤولياته، مامته مش بتؤجل الحاجات، فهو بالنسبه له ده الطبيعي، ده العادي، ان انا اجل، ان انا مرحل، ان انا الغي، عادي جدا. اللي هو اقول لابني زي ما سمعتها من بعض الاشخاص، اصل الحظ بيتورث يا ابني، انت واخد حظ ابوك، انت واخد حظ امك في الدنيا. ده غلط، ده كامل بسمعه. والامثالنا الشعبيه كمان، احنا كتير، احنا عندنا كمجتمع عندنا موروث كده من الامثال الشعبيه بتؤكد هذا الكلام. زي ايه مثلا؟ يعني انا مش فاكر كتير منها، بس انا فاكر دايما احنا ضحايا وان احنا مظلومين في الدنيا وان احنا مضطهدين. تفتكر ده غلط؟ ما هو ده لما ننتقل بقى للعلاج، ان اول نقطه في العلاج ان الواحد لازم يزرع جواه فكره ان الحياه لك لا عليك. يعني زي مثلا اسف، يا بخت من بيت مظلوم ولا بيت ظالم، ده مثلا هو اللي جه في بالي. لا ده غلط، ده كويس. فكره ان انا ازرع في جوايا ان كل، احنا بنقول ان مشكله دور الضحيه بيوصل بيلجا له علشان يتهرب من مسؤولياته، يتهرب من اللي عليه، فهو احنا هو خايف ان هو يفشل، خايف ان هو يدخل ويخسر، فبالتالي ما بيكلفش نفسه كلفه او كوست ان انا اتعب، لا 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 لا، انا هلجأ لده. اول حاجه لازم افهم ان انت مش مظلوم في الحياه، ان انت واخد حقك 24 قيراط، ان الحياه ليك لا عليك. امال الضربات والمشاكل اللي انا بدخل فيها ديت ليه؟ المشاكل اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقدرها علينا ديت، ربنا بيقدرنا علينا المشاكل ديت علشان نتعلم منها خبرات، وشخصياتنا تثقل بطريقة معينة، عمرنا ما كنا هنكتسب في منطقة العافية هذه الخبرات. يعني الواحد بيتعلم في البلاء في 10 أيام البلاء أو في أسبوع البلاء ما لا يتعلمه في سنين العافية. فربنا سبحانه وتعالى بيربينا، زيد إلى ذلك أن البلاء ده لينا احنا مش علينا. ربنا قال قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله علينا ولا ما كتب الله لنا، كتب لنا، يبقى ده لينا مش علينا. الله سبحانه وتعالى رحيم رؤوف بعباده، ربنا مش بيحطنا في المنطقة ديت علشان يعذبنا. ربنا قال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. دايما اتهم المش مجتمع بقى، في أحيانا بتهم ربنا وأقول له هو ربنا ليه عمل فيها كده، هو أنت يا رب مش شايفني؟ هو واحد بيتألم وعنده مثلا، ربنا يعافينا وعافي المسلمين، كانسر وبيألم طول الليل، يا رب هو انت مش سامعني؟ يا رب هو انت مش شايفني؟ ده غلط. بس كتير من الناس حتى بعد ما بيقولوا الكلام ده بيقولوا استغفر الله العظيم يا رب، يقول لك أيوة. ليه اخترتني انا بالذات؟ ليه اخدت اقرب الناس ليا؟ اشمعنى من الناس كلها كويسه؟ فالحاجات دي بيبقى فيها استغفار، ودي بتبقى يعني حاجات من الشيطان. نفهم بقى، نفهم ان ربنا سبحانه وتعالى ما عملش ده بينا عذاب، وانما الله سبحانه وتعالى رحيم. النبي بيقول ايه عليه الصلاه والسلام؟ النبي بيقول يبتلى المرء على قدر ذنوبه ولا على قدر دينه؟ على قدر دينه. يعني مش معنى ان ربنا بيبتليني ان هو ما يحبنيش خالص. يبتلى المرء على قدر دينه، فان كان في دينه صلابه زيد له في الابتلاء، وان كان في دينه رقه خفف عنه. فالامثل فاكثر الناس ابتلاء الانبياء. يبقى معنى ان ربنا بيبتليني ان ربنا بيحبني. يبتلى على قدر دينه، ان الله اذا احب عبدا ابتلاه. مش ربنا بيكرهني، ربنا بيكرهني ليه؟ او ربنا هيعذبني ليه؟ ربنا اللي قال في كتابه ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. يبقى ربنا هيبتليني ليه؟ لازم انظر، اعدل زاويه النظر، افهم صح علشان قلبي ما يروحش بعيد. الشيطان هنا في المرحله دي بيجي ينفس، يجي ينفس يقول بيبوظ الدنيا. فالحل اول حاجه ان هو يستغفر، واحنا قلنا اول حاجه نفهم ان الحياه لنا لا علينا. رقم اثنين، تاني حاجة في الحل، صالح نفسك. صالح نفسك؟ صالح نفسك. بمعنى ايه صالح نفسك؟ لازم نفهم بصورة كلية، بسموها هليكوبتر فيو من فوق كده، لازم افهم الدنيا، ان الدنيا ديت مش دار نعيم.
ربنا قال لقد خلقنا الإنسان كبد، في كبد مش كبد يعني مهلكات وإنما ابتلاءات. فلازم نفهم إن طبيعة الدنيا، طبيعة الدنيا دايما هيبقى في إيه؟ ابتلاءات، وإحنا قاعدين مؤقتين فيها مش مخلدين. جميل. يعني دي نقطة مهمة. تمام. طبيعة الدنيا إن في ابتلاءات، الابتلاء ده أنا مع الابتلاء ده لازم أعترف، لازم أصالح نفسي. أنا مش معنى إن أنا كذبت مرة يبقى أنا اسمي كذاب، مش معنى إن أنا صحيت متأخر مرة إن أنا كسول، مش معنى إن أنا غلطت مرة إن أنا فاشل. ما ينفعش. المخ دايما بيحكم على الإنسان، بيحاول يضعه في أطر معينة إنه يحكم على نفسه ويحكم على الآخرين، وبنصاب بما بيسموه جلد الذات. أنت مش نافع، أنت غلط، أنت وحش، أنت 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 أنت، لمجرد إنه عمل ده مرة أو اتنين أو تلاتة. مجرد إن أنت عملت ده مرة مش معناها إن ده عيب أو خلل رئيسي مترسخ جواك بحيث إن أنت كلك على بعضك اتصبغت بده. ممكن تكون أنت غلطت مرة، كذبت مرة، كسلت مرة، ما صليتش مرة، ما عملتش اللي عليك مرة. ده ما ينسحبش، ما ينفعش بقى أنا أعممه وأقول إن أنا ما فيش مني أمل أو ما فيش مني رجاء أو أنا هوبليس كيس. غلط. طب الصح عامل إيه؟ ايوه بس بعد اذنك، ده مش عكس الكلام بتاع ان احنا هنشوف دور الضحيه؟ يعني جلد الذات عكس الشعور بالضحيه. هو جلد الذات اللي بيدخله في الضحيه. ان هو لما بيفضل يجلد في ذاته ويجلد في ذاته ويجلد في ذاته، فبيفقد السيلف ستيم، بيفقد شعوره، ثقته بنفسه، فبالتالي خلاص انا مش هعمل ده، فالاسهل ليا ان انا اعمل ايه؟ الضحيه. فانت من البدايه بتقول ما تجلدش من الاول، وخلي نفسك احساس عندك انت بني ادم بتصيب وتخطئ وممكن تتصلح. انت هتتصلح، انت لازم تتصلح، ما ينفعش تكمل حياتك كده. هكمل حياتك كده عبء على الاخرين؟ لا، ما ينفعش. انت لازم تتصلح، وفي امل ان انت تتصلح، ومليون ملايين قبلك تصلحوا. بس لازم في برضه ادوات مساعده لهذا الاصلاح. يعني احنا لازم برضه واحنا بنتكلم الشخص طول الوقت لوحده، المجتمع يساعده في ده، المدرسه والجامعه ووزاره الشباب والرياضه والحكومه، واحنا كاباء وامهات نحتويه ونساعده. حلو. الكلام ده ثانوي. انت حضرتك قلت ايه؟ مساعد. الاصل ان هو من جواه، من نفسه، ان هو لو مش عايز يتساعد، استاذ احمد انت مش هتساعد واحد غصب عنه، لازم هو يبقى عنده الفاعليه، عنده الاراده. كان في واحد اسمه ابراهام لينكولن. عارف طبعا الاسم ده. ابراهام لينكولن كان في بدايته كان يعني ايه، حظه تعيس شويه. كان كل ما يروح يخطب امراه تموت. خطب اربع نساء وماتوا الاربعه. فاحنا عندنا في المجتمع بتاعنا شرارة، يقول لك ده نحس نحس عجومة، صح كده؟ كل ما يخطب واحدة تموت. وخطب المرأة الخامسة، وربنا سبحانه وتعالى قدر ان هي تكمل معاه وتعيش، وعاشت، وكان تاجر غلال، وكان تاجر مشهور جدا. وفي يوم رجع البيت لقى في حريق في بيته كامل، حريق كامل في البيت بتاعه، والتهم البيت بالمخازن بتاعته بتاعت الحبوب بتاعته، وزوجته توفيت وولاده. هنا ده انكسار. ابراهام لينكولن في اللحظه ديت كان ممكن يختار انه يرجع، او ان هو يستسلم ويبقى الضحيه. انا ضحيه اللي حصل ده، انا ضحيه القدر، انا ضحية. كان ممكن يستسلم دور الضحيه. لا، هو عمل ستارت اب، هو قام تاني وقال انا هدخل في مجال السياسه، وترشح في انتخابات الكونجرس الامريكي اللي عندنا انتخابات مجلس الشعب تقريبا نفس. واول مره يسقط. المفروض انت دخلت كارير جديد، فيلد جديد، مجال جديد، المفروض انت دخلت سقطت، تعمل ايه؟ تشوف حاجه تانية، تعمل شيفت كارير، تشوف اي مكان تاني. لا، هو اترشح المره التانيه ويسقط، والثالثة ويسقط، والرابعة ويسقط، والخامسة ويسقط، والسابعة، والثامن مرات في الكونجرس ويسقط. معنى كده ان نصيب من الناس ملك ينزل لك من السماء يقول لك يا مقفولة. هو لم يستسلم. اترشح لانتخابات نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ويسقط. اترشح لانتخابات رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وينجح. وقال المثل الشهير بتاعه: Sometimes I win. أنا أحيانا بكسب. And sometimes، هو المفروض قال sometimes I win and sometimes I lose. كان المفروض يقول كده. هو قال sometimes I win and sometimes I learn. أنا أحيانا بكسب وأحيانا بتعلم. يبقى هنا بالنسبة له الفشل ما كانش خسارة، كان تعليم. إن هو اعترف إن هو لازم يجتهد ويتعلم وينطلق
ويقوم ويقاوم. ده بيجي فرع عن ان هو اعترف بده، ان انا لازم اعترف بده، ان انا اعترف ان انا عندي المشكلة دي. لو ما اعترفتش بده انا مش هتغير، لان انا مش مقتنع اصلا. انا عندي رفض تام، انا كويس، انا تمام، انا حلو زي ما حضرتك قلت. طالما انا رافض ان انا عندي مشكلة وان انا بحاجة الى التغيير، انا مش هاخد الدواء. هو في دكتور كتب لك الدواء، انا كتبت لحضرتك الدواء، او حد كتب لي الدواء وانا ما خدتوش، المشكلة في الدكتور ولا في الدواء ولا في المريض؟ لا، في المريض اللي هو مش عايز يقتنع. زي بالظبط الادمان، يعني يقول لك اي مدمن مش هيتعالج صح الا اذا هو كان عايز انه يتعالج، مؤمن باهميه علاجه. وحتى لو انت شخص كويس، مهما كانت رتبتك عاليه، كلنا بنغلط. ربنا سبحانه وتعالى في سوره الانبياء لما تحدث عن سيدنا يونس، ربنا قال في فساهم فكان من المدحضين، قصه ان سيدنا يونس كانت على السفينه وجات القرعه عليه واترمى. سيدنا يونس لما نزل في الحوت قال ايه؟ فنادى وزنوني اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه. فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. سيدنا يونس عمل هنا؟ قال اني كنت من الظالمين. انا ده دعاء ده دايما بنردده دايما. انا هو قال انا يا رب، انا المشكله عندنا، المشكله مش في الحوت ولا المشكله في السفينه ولا المشكله في قدر الله. هو سيدنا يونس قال انا المشكله عندنا. يعني حضرتك عايز تقول هنا ان احنا نقتنع ان احنا عندنا مشكله؟ طبعا نقتنع ان احنا السبب الرئيسي في هذه المشكله، ونقتنع ان المشكله دي مش اخر المشاكل في الحياه، وان احنا ملاش حلول. لا حلول، وان الحل الاساسي عندي انا. عندي انا، هو ده سيلف استيم، ايقاظ الوعي من جوه. لازم كله بقى يتم بادوات مساعده. ازاي يعني؟ يهمني دلوقتي احنا رمينا الكوره في ملعب المريض، قلنا للشخص لا، فوق، انت مش لوحدك، مش انت بس اللي عندك المشكله دي، مفيش حد مسؤول عن الموضوع ده، انت المسؤول عنه، لازم تقتنع بده. حلو الكلام ده قوي، لكن هو بقى يحصل ده كله ازاي؟ يعني احنا دورنا احنا كاعلام ايه؟ دورنا كدوله ايه؟ دورنا كاسره ايه ومجتمع ايه؟ ان احنا نعمل فوكس على ده، ان احنا نركز على ده، نفهمه ده، الكلام اللي احنا بنقوله ده يعني نحاول ننشره باكبر صوره ممكنه. حتى في الكورسات اللايف كوتشنج او كورسات التنميه البشريه، المفروض ان دي، انا شايف من وجهه نظري ان المفروض ان دي تبقى مواد تدرس في عند طلبه ثانوي وطلبه اعدادي، مواد التكوين الشخصيه للمدرسين كمان. والمدرسين يا ريت يا جماعه، فقد الشيء لا يعطيه. لازم المدرس نفسه ما يكونش عنده المشكله دي. يعني لازم المدرس، لان بقعد مع مدرسين يقول لك الوزاره بايظه وعلى قد فلوسهم ومفيش فلوس واحنا حظنا كده، كل شويه غيروا السيستم ومحدش فاهم حاجه من السيستم. مش بتسمع كده؟ ده ضحيه صغير. ده المدرس. لا، الحاله دي لو وصلت للمدرس هيعدي كل الاطفال في الفصل اللي بيدخل لهم. صح. زي الموظف الفاشل عنده الاساس ده، على طول بيدي بقى شعور بالسلبي لكل الموظفين اللي حواليه. الحال ده لا يليق الا بالطفل، يعني حال دور الضحيه ده لا يليق الا بالاطفال. ممكن انا اسند الطفل، ممكن ازقه، ممكن ادعمه، لان هو لا حول له ولا قوه، مش قادر يعمل كده. انما لما المفروض لما يعتمد على نفسه، لا خلاص ما عدتش انا اسنده. في وقت من الاوقات لازم هو يدعم نفسه ويقوم ويستند ويستعين بالله سبحانه وتعالى ويقوم. النبي عليه الصلاه والسلام كان دايما يقول ايه؟ احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. النفس المطمئنه او السلام الداخلي اللي كلنا بنحاول نسعى ليه مش هيجي الا بان انا انهمك في العمل. اخر كلمه يختم بيها، كان ستيف جوبز عبقري قبل العالم، قبل قبل غير بعد قبل، كان بيقول ليس شرطا ان اكون رجلا غنيا، مش مهم ان انا اكون غني كل يوم، لكن المهم بالنسبة لي أنني عندما أنام أو أخلد إلى النوم أشعر أنني فعلت ما كان واجبا علي أن أفعله. أنا بس عملت اللي علي. ده بالنسبة لي سلام داخلي. إنر بيس. نعم. أنا بشكر جدا جدا دكتور خالد الحداد اللي ألقى الضوء على مشكلة أنا بشوفها مشكلة كبيرة جدا، وكلنا بنعاني منها، كلنا على كل المستويات. يعني حتة إن إحنا مضطهدين وإن إحنا ضحايا وإن في غيرنا هو الجاني، يعني أكيد كل واحد بيتفرج علينا شاف وبص بينه وبين نفسه، عارف إن هو بيقوم إمتى بدور ضحية أو جاني إمتى. ممكن نلعب الدورين في وقت واحد، دي مشكلة تانية. بشكر جدا دكتور خالد الحداد.